قدم الشهيد والأسير والجريح والمبعد عن الوطن الذين قدموا دماءهم وأجمل سنوات حياتهم ثرى للوطن الطاهر. عشية بدء آلاف الأسرى الفلسطينيين بخوض معركة الأمعاء الخاوية، انطلقت مسيرات ومهرجانات في مختلف المناطق الفلسطينية ليشد الشعب الفلسطيني على أيدي أبنائه الأسرى الذين يطالبون بحقوقهم الإنسانية التي انتزعها منهم السجان الصهيوني والتي تكفلها لهم كافة الأعراف والقوانين الدولية. وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم انطلق مهرجان الأسرى لدعم الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات. وخلال المهرجان وجهت أم الأسير ناصر أبو سرور رسالتها لابنها المحكوم بالمؤبد والذي أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال بالصبر والثبات في معركة الجوع لانتزاع الكرامة. أقول الله يصبرهم أوعينهم ويعطيهم القوة، وأنا معهم إن شاء الله، كلنا معهم شايفة، والله إن شاء الله بفرج عليهم الجميع، والله يعطيهم القوة يا ما والمروة يا إلهي العالمين. بتمنى لهم الفرج من عند الله، يبنوا جميع الأسرة شلياتك بين أنا دايك حضرة الأسرة، وإن شاء الله يما شو بدنا نساوي، بدنا نصبر. وإحنا دعما لأهالي الأسرة ودعما للأسرة الموجودين في السجون الإسرائيلية، حبينا نعمل هيك فعالية لنحكي للأسرة إنه إحنا معكم على طول، ودعما لإلهم في الإضراب اللي راح يعملوه بكرة، راح يبلشوا فيه ببلش من 28 من زنزانة 28 في سجن هدارين. يمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ذلك اليوم الذي يعود إلى ذكرى إطلاق أو سراق أول أسير فلسطيني من سجون الاحتلال عام 1974 وهو الأسير المحرر محمود حجازي. تشارك في الإضراب معظم الفصائل الفلسطينية ليعلنوا وحدتهم في وجه القيد والسجان. يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرفة التحقيق باقية ولا زرد السلاسل. رسالة يوجهها الشعب الفلسطيني لأبنائه في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام غدا. لفضائية الحقيقة الدولية وعبد الكار بيت لحم فلسطين المحتلة.